أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الإخبارية المستمرة معكم دائما على إكسترا نيوز. أرحب بكم تحديدا في استوديو الآن. تتأهب هونغ كونغ لمزيد من المظاهرات في مطلع الأسبوع مع تهديد المحتجين بتعطيل وسائل النقل إلى المطار بعدما أخفق سحب زعيمة المدينة كاري لام مشروع قانون مثير للجدل لتسليم المشتبه بهم إلى الصين في إرضاء بعض النشطاء. هذا ويخطط المحتجون لإغلاق حركة المرور إلى المطار الدولي بالمدينة غدا السبت بعد أسبوع من تعطيل آلاف المتظاهرين وسائل النقل، حيث وقعت بعض أسوأ أعمال العنف منذ تصاعد الاضطرابات قبل نحو 3 أشهر. وفي إعلان بصحيفة ساوث تشاينا اليوم الجمعة، حثت سلطات المطار المحتجين على عدم تعطيل سفر أو سفر عشرات الآلاف الذين يستخدمون المطار يوميا. عبر الهاتف من بكين تنضم إلينا الدكتورة نادية حلمي، خبيرة الشؤون الآسيوية. دكتورة نادية، أرحب بك. أهلا بكم. نعم، في البداية دكتورة نادية، إلى أين تؤول الأمور في هونغ كونغ على حسب وجهة نظرك ومتابعتك للأوضاع؟ يمكن من خلال متابعتي للأوضاع ومن خلال يعني التقائي بالأمس مع عدد كبير من رؤساء مراكز الفكر الصينية، فإنهم يؤكدون أن مظاهرات هونغ كونغ بالطبع وراءها أصابع وقوى وأيادي خارجية تحرك المتظاهرين وتقف وراء اشتعال الأوضاع في هونغ كونغ. ويمكن يعني تأتي خطوة الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ السيدة كان لام يوم الأربعاء الماضي تحديدا بسحب مشروع قانون يعني تسليم المجرمين. هو الصحف الصينيه الرسميه قالت ان السيده كاري لام قامت بمثل تلك يعني الخطوه تاكيدا لموقف حكومه بكين امام المجتمع الدولي بان حكومه بكين تبذل بالفعل جهودا حقيقيه لمساعده الاقليم وضمان حمايه المواطنين. والحكومه الصينيه يعني بتطالب بمعاقبه المتورطين في العنف من المتظاهرين مع اصرار الجانب الصيني الرسمي على مبدا دوله واحده ونظامين. يمكن يعني رؤية الحكومة الصينية تتمثل في كون أن قانون تسليم المجرمين هو مجرد ذريعة تم استخدامها لاشتعال الأوضاع. ويمكن القيادات في بكين بتؤكد أو الصحف يعني الرسمية الصينية بتقول إذا كان هذا القانون هو سبب المظاهرات فلماذا لم تتوقف يعني هذه المظاهرات حتى بعد الإعلان عن تجنيد القانون منذ البداية وحتى يوم الأربعاء اللي هو منذ يومين تحديدا عندما سحبت السيدة كاري لام هذا القانون. ويمكن قيادات حكومة بكين متأكد أن هناك قوى خفية وقوى أجنبية وغربية وتحديدا أمريكية حتى نكون واقعيين لتحاول تخويف الناس في هونغ كونغ من أن قانون سيسمح بنقل الناس في المحاكمة في الصين. ويمكن الصحف الصينية الرسمية بتؤكد أن هناك أسباب أخرى للمظاهرات غير قانون تسليم المجرمين. ويمكن من أحد الأسباب اللي هو التي لا نعلم عنها هو اتهام الصحف الصينية الرسمية لهؤلاء الشباب بأنهم متأثرين باسلوب التربيه ومناهج التعليم الدراسه الغربيه وتحديدا البريطانيه. وهناك ايضا اتهامات للغرب وقوى خارجيه بان هناك محاولات لاعاقه النمو الصيني الذي زاد في الفتره الاخيره. ويمكن الاصرار الصيني دوما هو مطالبه جميع الدول باحترام سيادتها وحقوقها واحترام حقوق الانسان. ويمكن النقطه الهامه يعني على الرغم من يعني ايقاف مشروع تسليم المجرمين يوم الاربعاء الماضي الا ان المظاهرات مستمرة وهناك يعني تهديدات بأنه يعني عند بداية هذا الأسبوع سيتم إغلاق حركة المطارات الرئيسية في وتحديدا في منطقة شوين لونغ ويعني وفي غيرها من المناطق الرئيسية في هونغ كونغ. هناك مطالب أربعة أخرى للمحتجين مثل يعني كف الحكومة الصينية عن اتهام المتظاهرين بالمشاغبين أو الإرهابيين أو المتطرفين ومطالبتهم حكومة بكين رسميا بأنها تقوم بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحتجزين وفتح تحقيق مستقل في سلوك شرطة هونغ كونغ تجاه المتظاهرين. نعم، أهم بالطبع منح أبناء هونغ كونغ الحق في اختيار قادتهم بطريقة ديمقراطية، مع العلم أن حكومة بكين يعني دي من خلال يعني نواب الشعب الصيني عددهم حوالي 1200 يقوموا باختيار الحاكم أو الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ بالأغلبية. نعم، يعني 1200 حتى يكون يضمنوا ولاءه لحكومة بكين. ولكن هذا بالطبع لا يعجب عدد من المطالبين من أبناء هونغ كونغ. الحكومة الصينية بتطلق عليهم متطرفين
عرضيين وارهابيين، في حين انهم يعني يسمون انفسهم شباب يطالب بالمظاهره، الشباب يطالب بالديمقراطيه وبعدم استمرار الاوضاع. ويمكن يعني هونج كونج يعني كما ذكرت او متظاهرين في هونج كونج حكومه بكين بتطلق عليهم متطرفين وارهابيين. ويمكن يعني كما ذكرت البرلمان الصيني بيملك صلاحيه اختيار المرشحين الى منصب الرئيس التنفيذي لهونج كونج، وهو يعني ما اغضب بعض الشباب المحتجين والمتظاهرين او الارهابيين او المتطرفين. وفقا لرؤيه حكومه بكين في هونج كونج يرون ان صدور مثل تلك القوانين بتزيد من سلطه الحكومه الصينيه عن مدينه هونج كونج كمدينه اداريه ذات سلطه اداريه ذاتية الحكم. ويمكن هناك تدخلات خارجية، يمكن أهم تلك التدخلات الخارجية ما قاله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن ذلك انتهاك لحقوق الإنسان وتدخل صيني في الشأن الخاص بهونج كونج. وعلى الجانب الآخر فإن هناك رد صيني مثل سايد يانغ كوان المتحدث باسم مكتب شؤون هونج كونج ومكاو في الصين، يعني بيؤكد أن يعني تلك التدخلات الخارجية هي مؤسفة للغاية، ويؤكد أنه بالفعل حدث تغييرات إيجابية، إلا أن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية تقف وراء ذلك. وعلى الجانب الآخر فيعني تجدي مكتب الاتصال السياسي الصيني في هونج كونج، وتحديدا يعني تصريح يعني منذ فترة من قبل السيدة شولو يينغ، يعني قالت في إفادة للصحف الصينية الرسمية بأن حكومة بكين تدعم السيدة كاري لام رئيسة هونج كونج التنفيذية وحكومة المدينة دعما تاما، وبتؤكد يعني دعم حكومة بكين الرسمية في استخدامهم كافة الوسائل القانونية والرسمية لإنهاء تلك الاحتجاجات العنيفة. ويمكن هناك محاولات من قبل المتظاهرين المتطرفين الآن في هونج كونج يعني اقتحام مكاتب الحكومة المركزية الصينية في هونج كونج باعتبارها أنها بتمثل الحكومة الصينية. دكتورة نادية، يعني كما تفضلتي بالذكر أن كان هذا هو المطلب الأساسي، وهو تجميد قانون تسليم المشتبه بهم، وبسبب ذلك المطلب خرجت المظاهرات في هونج كونج. إلى ماذا ربما ترجعي رفض المتظاهرين الآن أو عدم انسياقهم إذا صح القول وراء مطلب كاري لام بتهدئة هذه المظاهرات، وهي قالت أنه بالفعل تم تجميد هذا القرار، إذن لماذا ترجعي ازدياد هذه المظاهرات في هذا الوقت؟ يعني اعتقد ان هناك اتهامات صريحه، وانا يمكن موجوده في الصين وانا يعني شاهده حقيقيه على الوضع الان في هونج كونج، ويمكن مقابلتي الدائمه لاكبر عدد ممكن من رؤساء مراكز الثينك تانكس الباحثين والمفكرين الصينيين، ان كل الاراء حتى وزاره الخارجيه الصينيه اصدرت بيان رسمي، واصدر هذا البيان تحديدا نائب وزير الخارجيه الصيني السيد لي وي تشانغ، قال يعني في تصريحات له انه غير مسموح للقوى الخارجية بالتدخل. القوى الخارجية تقصدي بها الولايات المتحدة الأمريكية؟ المتحدة والولايات، ويمكن هذا حقيقة نائب وزير الخارجية الصيني السيد لي وي تشانغ قال تحديدا في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الصينية، نحث الجانب الأمريكي على اتباع يعني نهج عادل ومنصف فيما يخص بالتعديلات القانونية لقوانين حكومة هونج كونج الإدارية الخاصة، واحترام العملية التشريعية، والتوقف على الفور في التدخل في شؤون هونج كونج. نعم، إذا هذه هي النقطة المهمة أيضا دكتورة نادية، ما هي مطالب المتظاهرين الأخرى التي بسببها هم ما زالوا متواجدين في شوارع هونج كونج؟ بالطبع انهم انهم يطالبوا بالافراج عن زملائهم المحتجزين او المعتقلين. وعلى الجانب الاخر فانهم يطالبوا باختيار الحاكم او الرئيس التنفيذي لهونج كونج من قبل مواطني وسكان هونج كونج، وليس من قبل يعني الحكومه المركزيه في بكين. وكما ذكرت ان ال 1200 عضو يقوموا باختيار حاكم تنفيذي واحد بالاغلبيه لضمان ولاء لحكومه بكين. ولكن على الجانب الاخر يعني كما ذكرت منذ قليل بان مكتب شؤون هونج كونج السيد يانغ كوان يعني يؤكد ان اعمال العنف التي قام بها عدد صغير من الافراد المتطرفين، يعني هو يعني الحكومه بكين لم تفرض بالطبع على هؤلاء المتطرفين من وجهه نظرها، لانهم يشكلوا تحديا خطيرا لسياده القانون والنظام العام في هونج كونج والحياه وممتلكات السكان، واتهامات لهم بانهم تجاوزوا الخط الاحمر لدوله واحده ونظامين، ويمكن هم يقابلوا احكام السجن تصل لاكثر من 10 سنوات. والمتحدثه باسم مكتب الاتصال
الاتصال السياسي الصيني تيهان جاكونج قالت ان الاولويه الاولى هي استعاده النظام في اسرع وقت ممكن في هونج كونج والحفاظ على بيئه جيده. ويمكن هناك ايضا تصريحات من قبل مكتب الاتصال السياسي في هونج كونج بان معاقبه الاعمال العنيفه وغير القانونيه وفقا للقانون هي الاولويه الاولى او الاولويه القصوى الان. والحكومه الصينيه بتعارض كل التدخلات الغربيه والامريكيه وعلى راسها تدخل يعني السيد ايمن انجل رئيس لجنه الشؤون الخارجيه بمجلس النواب الامريكي الذي يعني انتقد موقف الحزب الشيوعي الحاكم. والحكومه الصينيه قالت يعني ما هي مؤهلات الساسه الاجانب الامريكان حتى يتحدثوا او ينتقدوا حقوق الانسان والحريات وانفاذ القانون في هونج كونج. وعلى الجانب الاخر فان الصحف الامريكيه بتنتقد تلك النفوذ المتنامي لبكين في المدينه التي تتمتع بحكم شبه مستقل رغم تبعيتها الرسميه للسياده الصينيه. والمتظاهرين على الجانب الاخر بيطالبوا بتحقيقات مستقله في استخدام الشرطه للقوه ويدعون الى استقاله السيده كاري لام. ولكن الحكومه الصينيه تؤكد انها لن ترضخ لهم باي حال. نعم، ولكنها يعني الحكومه الصينيه ايضا ربما عندما كان مطلب المتظاهرين تجميد مشروع القانون او تجميد هذا القانون ايضا كان هناك رد بحده على انه لن يكون هناك انسياق وراء طلبات المتظاهرين في شوارع هونج كونج. الان هل الحكومة الصينية ستتعامل على ذات المنوال؟ بالطبع الحكومة الصينية تؤكد او اكدت مؤخرا في بيان رسمي بانها تعتقد بان مسؤولين امريكيين يقفون وراء الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج وطلبت من الولايات المتحدة الامريكية سحب اياديها السوداء. وشهر يونيو الماضي تم بالفعل استدعاء القائم باعمال السفارة الامريكية في بكين وتم يعني وتم توجيه الاتهام له صراحة. وقبل شهر من الآن يعني في إطار التنافس التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين فإن واشنطن صنفت الصين بأنها دولة تتلاعب بسعر صرف العملة وانخفاض سعر اليوان إلى أقل من 7 يوان مقابل دولار أمريكي. ويمكن كان الرد الصيني بأن الصين يعني لا تقول بالا أو لا تهتم بما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية لانها تقول بان المؤسسات النقديه الامريكيه الدوليه اكثر هي المخوله او هي المنوط بها مثل ذلك. ويمكن يعني في اطار التنافس ايضا فان يعني الاحتجاجات الان مستمره وانا تبعتها تحديدا هناك اغلاق لحركه المرور والقطارات ووسائل النقل العام في منطقه شيون كوان وهي او منطقه الاقاليم الجديده ومحطه قطارات يوين لونغ ومنطقه شيون وان السياحيه اللي هي بترتفع حوالي 2 كيلو متر عن مكاتب حكومة بكين المركزية. يمكن باختصار أو بشكل عام يعني الخلاصة الصحف الصينية الرسمية تؤكد ما يعرف بواي بو تين كيا بأنها مؤامرة خارجية باللغة الصينية تحاك ضد الصين لوقف النمو الصيني المتزايد ولوقف عجلة النمو الصيني ولمحاربة الصين في إطار مبادرتها العالمية للحزام والطريق. دعيني أنوه أيضا في هذه الأوقات دكتورة نادية أننا نشاهد الآن على الشاشة لقطات حية من المظاهرات التي هي تتواجد الآن في هونج كونج. ولكن أختم معك بهذا السؤال دكتورة نادية، الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام قالت أيضا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هذا الأسبوع لحل الإضطرابات السياسية في المدينة هي خطوة أولى ولكنها لن تحل الأزمة على الفور. خطوة أولى تعني بحديثها أن بالطبع سيكون هناك خطوات أخرى ستقوم الحكومة الصينية باتخاذها لوقف هذه التظاهرات، ما هي الخطوات الأخرى من وجهة نظرك؟ يعني اعتقد ان الحكومه الصينيه قد ردت بالطبع خلال يعني الاسابيع القليله الماضيه خاصه ان الحدود الصينيه مع هونج كونج وتحديدا في منطقه شينزن القريبه من الحدود مع هونج كونج شهدت تحركا عسكريا لبكين مما يزيد المخاوف من امكانيه التدخل الصيني الرسمي لوضع حد. يمكن احنا دخلنا الاسبوع الثاني عشر على التوالي من الاحتجاجات ويمكن يعني دونالد ترامب الرئيس الامريكي اقترح عقد لقاء مع الرئيس الصيني لمناقشه أزمة. ويمكن يعني التوقعات تقول انه ربما اذا زادت الاحتجاجات فربما تتجمع القوات الصينيه التابعه للشرطه العسكريه وتحديدا يعني جيش التحرير الشعبي الصيني وهو يعني الرسمي. ويمكن يوم 15 اغسطس الماضي تحديدا اجتمع في ملعب رياضي في مدينه شينزن الواقع على حدود هونج كونج التي تتمتع بحكم ذاتي. الحكومه الصينيه حكومه بكين تدين الافعال الارهابيه ضد الصينيين في هونج
البروتوكول، ويمكن يعني هناك شهدنا او انا شاهدت في يعني التلفزيون الصيني الرسمي وقنوات تي سي تي والسي جي تي ان الصينيه شاحنات واليات صينيه مسطحه لنقل الجنود الصينيين في تدريبات، وهو ما يعرف في علم العلاقات الدوليه بالاستعراض العسكري لوضع حد لهذه الاسابيع الطويله من الاضطرابات في هونج كونج. ويمكن يعني الحكومه الصينيه بتقول ان تلك المتظاهرات في هونج كونج تحولت الى اعمال عنف، وحكومه بكين بتتهم المحتجين بارتكاب اعمال ارهابيه، وهو الامر الذي قد يطال عقوبه تصل الى اكثر من 10 سنوات. ومن المفترض بالطبع الا يتدخل الجيش الصيني في في هونج كونج، ولكن الا اذا طلبت منه السلطات الصينيه، حتى اكون دقيقه، في هونج كونج ذلك. وانا اعتقد ان الحكومه الصينيه لم تصمت على ذلك. ويمكن يعني الشيء الطريف ايضا هو ان هناك يمكن انا بتابع مراكز الفكر الامريكيه والغربيه، وهناك تواصل دائم معي يعني من اجل ان اعقد مقارنه ما بين الاحتجاجات في هونج كونج وثورات الربيع العربي. انا بعتقد ان أنا بشكرك شكرا جزيلا. وصلت صورة، كنت معنا عبر الهاتف من بكين الدكتورة نادية حلمي خبيرة الشؤون الأسيوية، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا أترككم الآن مع هذه اللقطات الحية من هونج كونج، وهي صورة تطلعنا على المظاهرات التي ربما اشتدت في مطلع هذا الأسبوع. <音>唔使担心，肯定出事。跟住佢哋会爆去边啊？<音>